إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اكله اقتصاديه، وتعتبر وجبه كويسه جدا تقدري تقدميها لاولادك. انا كنت عملت معاكم البطاطس المكموره، وادي بقيتها لسه متفضل معايا في الحله. سلقت عليها، سلقتك نص كيلو من المكرونه اللي هي اللي انتوا شايفينها دي، اللي هي بتاعت الفرن. وحضرت البشاميل الخفيف اللي انا بعمله، اللي هو عباره عن ايه، عباره عن كوبايه دقيق عليه حوالي كوبايتين ميه، عليه حوالي كوبايتين من اللبن، وحطيتهم على النار كده اهوت عشان انا بعمله خفيف من غير دهون، لحد ما مسك مع بعض وبقى قوامه زي ما انتم شايفين كده، تقل خلاص وبقى زي الفل. دلوقتي هنعمل ايه؟ انا دهنت الصينيه بالزيت، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه بنزل بطبقه من البشاميل، دلوقتي كمان نزلت المكرونه، نزلت البطاطس على المكرونه، ودلوقتي هنزل بقى البشاميل عليهم. يا جماعه نزلت البشاميل اهو زي ما انتم شايفينه، وحابه تحطي على وشه بقى جبنه او تدخليه كده زي ما انت عاوزه. هندخله الفرن لحد تمام النضج، وبعدين نقدمها لحضراتكم. الشكل النهائي للبطاطس والمكرونه بالبشاميل بعد ما خلصناهم، جربوها ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.